call Coach Laura McCran. I'm Amazigh. والدي جزائري أمازيغي من جبال أوراس. والدتي سورية حلبية. سنة 14 كانت مبلشة الحرب من سوريا. تركت بيتي، تركنا كل شيء، تركت ذكرياتي وتركت أي شيء بيعني لي بحياتي. طلعت من الصفر لبيت فاضي، فاضي من الذكريات. قدرت أعمل أنا وبهذا البيت الفاضي بغرفة لمدة ساعة ساعتين كل يوم إني أرقص. فتحول شيء من طاقة سلبية مكمونة جواتي لحتى طالعتها وفرغتها بالرقص، لأنه كان هو الشيء الوحيد اللي ممكن يضحكني أو يسعدني. ماما كانت دائما هي حدا بيرقص قدامي، ولكن الرقص الإيحائي المختلف تماما عن ستايلي. كنت حدا بيكرهه جدا، حسه انه هو مو ستايلي مو تيبي. كنت كثير ميل للغربي اكثر والزومبا وهدول القصص. فجاه تحولت لحدا يعني عنده شغف كثير كبير بالرقص الشرقي. كانت الماي ايدل هي شاكيرا، كنت كثير بحبها. صار في مشروع سفر على البلد، على الجزائر. فسافرنا على تركيا على أساس أنه تزبط سفرة الجزائر، ولكن ما زبطت. بقعدتي ضمن تركيا اكتشفت أنه المدربة اللي أنا بتابعها من أنا وصغيرة عرفت أنه هي عم تعمل دورة. كل شيء مصاري تخيلتها كانت معي طالعة فيها، أنه مشان على أساس نحن ممكن نحطها بسفرة الجزائر. حطيتهم بهي الدورة، كلفتني أوكي، بس كانت كثير ممتعة. كانت من ضمن أحلى التجارب بحياتي. وقت رجعت على سوريا بشوف نادي جدا متواضع وبسيط طالب مدربة للرقص الشرقي والزومبا والأيربك. قدرت حقق شيء من ولا شيء بكل بساطة، يعني بتصوير فيديوهات بكاميرا كتير عادية. ضلت نزل فيديوهات كل فترة والتانية على صفحة معلعة على صفحتي هيك، لحتى حضرت عرس وعملت رقصة وصورتها بكل عفوية ونزلتها على صفحتي، لحتى تفاجأت أنه بعد كم شهر صارت 12 مليون مشاهدة. طبعاً أول شيء نزل دموعي، إنه كان صدمة إنه أنا جبت الملايين من حدا كان يوقف بغرفته يتخيل مرايته هو جمهوره، لحدا كان من هون يطلع 12 مليون، بغض النظر إذا كانوا الكل حابين أو لا، بس هو رقم. أنت بين نارين، بلد بتحبها وفيها كل محبينك وفيها كل شيء بتتمناه، تحولت لدمار وأنت عم تقدر تخلق ألوان فيها. بذات الوقت يلي أنت بدك تطلع على بلدك يلي هي أصولك وهي انوشمت على جسمك لحتى أنت تكون فيها، بتمنى عن قريب أني أكون موجودة بالجزائر، وبتمنى تكون الجنسية الجزائرية من جديد معي.